مريم، الو، اهلا بيكي. ريهام ازيك؟ الحمد لله الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله تمام، اتفضلي. اولا تعزيه لمامه الولد. عارفه ان كل حاجه، ان كل هم المديره انها توصل صوره اصلا هي مش عارفه توصلها للناس. كلامها متناقض، مش راكب على بعضه اصلا. مفيش حاجه اسمها مسمار يتحط في المكتب ده. انا ابنتي تي جوان في مدرسه انترناشونال وعارفه الكلام ده كويس جدا. كل همها انها تقضي مامه الولد، وان مامه الولد بتعمل ايه وبتتكلم في البيت. شيلي الولد ده من فضلك دلوقتي. كل همها انها تشوف مامه الولد بتعمل ايه بدل ما تقف جنبها وتاخد موقف ايجابي في الموضوع ده. على فكره هما لازم يتقاضوا كده، مش هينفع بجد. ده كتر ده ما هو في قضيه، بقول لك في قضيه حصلت والحكم خلاص اخدوا غرامه، وده اللي انا يعني بقوله دايما. اهمال اهمال كده، اهمال جامد قوي. وهي مش عارفه انها ممكن في وقت من الاوقات تتحط في موقف زي ده. مش فاهمه هي كل همها انها تطلع ان مفيش مسؤوليه على الحضانه اصلا. يعني هي مش بتقول ما حصلش عندي مشكله، هي همها كله انها تطلع مفيش مشكله حصلت في الحضانه. عشان ما عشان ما تتسجلش. بصي خلينا نتفق ان الناس دي ما قصدتش خالص، انا بشكرك جدا، ما قصدتش خالص ان يحصل اي ضرر لاي ولد. خلينا بس نتفق على ده عشان نقول الحقيقه، اوكي؟ ولكن عدم وجود الضمير وفي بعض الحالات الجهل، جهل يعني. انا بكلمهم في حاجات هم مش فاهمينها خالص، والراجل منطقه ان ده ممكن يحصل، ما احنا مش هنحط العيال في يعني في ثلاجات زي ما قال. ده جهل، ده جهل. هو مش مجرم، هو مش فاهم.